بيبدأ بقى فيلمنا في سنة 2150 لما قادة كوكب الأرض قرروا بقى إن هم يبنوا محطة فضائية بالتعاون بقى كده مع كل الكائنات من الكواكب التانية. وفعليا بقى الفضائيين بدأوا إن هم يبنوا محطات هم كمان جنب المحطة الأرضية، وعدد المحطات دي بيزيد لحد ما بتكون مدينة كبيرة جدا فيها كل أنواع المخلوقات اللي في الكون كله وبيسموها ألفا. ولكن في البداية كده قناة التانية للقصص هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن اللي هو الوصف يعني، وكمان في أول كومنت انزلوا اشتركوا فيها وشوفوا القصص هتعجبكم جدا. يلا نكمل. وبسبب الزيادة والنجاح الرهيب ده للمحطة بيقرروا ان هم هيسيبوها تعوم كده في الفضاء براحتها، وده علشان بقى تقدر تكمل النمو والنجاح بتاعها وينضم ليها عدد اكبر من الفضائيين. وعلشان بقى ان هم يقدروا يسيطروا على العدد الكبير ده بيقرروا ان هم يعملوا حكومة بالتعاون مع الكواكب التانية عشان تدير كل الامور وبيسموها UHF. وبعد 400 سنة من القرار ده بتروح بقى الاحداث لكوكب اسمه كوكب مول، والكوكب ده بيكون منعزل كده وعايش لوحده بعيد في الفضاء بعيد عن اي نوع تاني من الكائنات الحية. واهل الكوكب ده بيكونوا مسالمين وعايشين على صيد اللؤلؤ في البحر، ومن خلال بقى كائن مميز اسمه المحول بيقدروا بقى ان هم يستخرجوا طاقه كبيره جدا من اللؤلؤ اللي بيصطادوه. ولحد ما في يوم من الايام بتحصل كارثه للكوكب ده، عدد كبير من النيازك بتقع من السماء عليهم والكوكب كله بقى بيكون مدمر. فبيجري الملك وعيلته ومجموعه من السكان على سفينه نجاه عشان يهربوا، بس بينسوا الاميره واللي كان اسمها ليهومينو، ودول بقى بيحاولوا يروحوا لعندها ولكن للاسف بيكسروا المقبض وبكده خلاص بقى هتموت. ودي بقى تقرر ان هي تضحي بنفسها، وقبل بقى ما الانفجارات بتاعه النيازك توصل لعندها وبتبعت رساله عابره للمجرات، وده بقى علشان تنبه اي حد ان هو يجي ينقذ عائلتها. وفعليا بقى الرساله دي بتوصل لشخص واحد في الكوكب وهو القائد بقى فالرن واللي كان شغال في UHF، وده بقى بيكون قاعد عمال بيصيف على السفينه بتاعته، وبرده بيكون مسافر معاه في السفينه الملازمه لورالين واللي بيكون معجب بيها جدا ولكن هي مطنشاه، ولانه مش فاهم الرساله اللي هي وصلت له بيطلب من المساعد الالي في السفينه بتاعته ان هو يعمل مسح لمخه علشان يتاكد اذا كان وصلت له حاجه فعليا ولا لا. واليكس بقى المساعده الاليه بتقول له ان المسح الضوئي وضح ان في موجات طاقه وصلت لمخك من فتره بسيطه، بس الزمن بتاعها مش محدد، وان الموجات دي ممكن تكون جايه من الماضي او الحاضر او حتى المستقبل. والاثنين دول بقى بيسافروا مع بعض في سفينتهم، تيجي لهم بقى رساله من وزير الدفاع وهي ان هم ينقذوا اخر مخلوق من الكائنات اللي اسمها المحول لان الباقي انقرضوا، والحكومه بقى بتكون محتاجه اخر كائن ده، ودول بقى مطلوب منهم ان هم ينقذوه ويسلموه للمعمل السري في مدينه الفا. وبيقول لهم بقى على الكوكب اللي موجود فيه المحول اتشاف اخر مره كان مع تجار غير قانونيين، وبيروحوا بقى على الكوكب ده وبيغيروا لبسهم علشان يبانوا كانهم سياح، وبيقابلوا بقى القائد جيبسون والفرقه بتاعته علشان هم دول اللي هيساعدوهم في المهمه بتاعتهم. جيبسون بقى بيوزع عليهم المهمه وبيقول لفالرين ان هو هيدخل لسوق افتراضي ويجيب بقى المحول منه، وبعد كده يقابل بقى زميلته علشان عمليه التسليم. وده بقى بيقوم داخل لجوه المدينه، وعلشان السوق الافتراضي ده موجود في بعد تاني فهو بيكون محتاج ان هو يلبس خوذه خاصه عشان يقدر ان هو يوصل للسوق. وده بقى لما بيعدي اسوار المدينه وبيروح بقى يقابل الملازم كوبر واللي بيديله بقى نظارات تساعده للتنقل في الابعاد بدل الخوذه اللي معاه، وكمان بقى بيديله مسدس علشان لو احتاجه، وده بيركب حاجه زي صندوق في ايده وده بيخلي ايده تقدر تتنقل من مكان لمكان، وبيمسح بقى جسمه بجهاز علشان يخليه خفي وهو عمال بيسرق المحول. وبسبب كل المعدات دي فالرن بقى بيقدر ان هو يتسحب لمتجر مشبوه، وصاحبه بقى بيكون اسمه ايجون، وزميلته بقى بتقدر ان هي تقتحم اسوار السوق ده من خلال مسدس خاص. المسدس بقى ده بيخلي واحد منهم يتحكم في جسم الحارس زي ما هو عاوز. ايجون ده بقى بيحاول يبيع المحول لاتنين فضائيين من نفس الكوكب اللي الرساله وصلت لفارلين منه، وده بقى هيشتريه بمقابل اللؤلؤ واللي بيكون سعره عالي جدا هناك، ولكن ايجون بيطمع اكتر. وعلشان بقى الاطراف مش عارفين يوصلوا لاتفاق كل اللي موجودين بيرفعوا الاسلحه على بعض، حتى بقى فالرين بيستخدم الصندوق وبيبعت ايده للبعد التاني وبيرفع السلاح على ايجون من ظهره، وبتوصل بقى لورالين ودي بقى بيكون معاها صندوق بيتنقل للابعاد زي زميلها، وبتروح بقى للبعد التاني وده بقى بتحط المحاول في الصندوق وبتمشي، والمفروض بقى كده مهمتهم خلصت. ولكن الفضول بقى بيمسك فالرين وبيكون عايز ياخد اللؤلؤه علشان بقى يفحصها، ومش بيكونوا بقى شايفين الا ايده وهي في الصندوق وطايره، وبعدها بياخد اللؤلؤه فعليا، بس كلب الحراسه بتاع ايجون بيهجم على الصندوق وبيعضه، وده بيخلي الصندوق يتعطل وكده ايده محبوسه في البعد التاني. زميلته بقى بتلاحظ ان هو واقع في مشكله، وعلى طول بقى بتبلغ الفريق ان هم يساعدوه، ولكن الكلب بقى بيهجم على كوبر على طول وبيوقعه على الارض، وبيطلع بقى فالرين يهرب، بس الحارس بتاع السوق بيشوف الصندوق بتاعه على طول بقى بيعرف ان في عمليه سرقه عماله بتتم، فبيستخدم بقى جهاز بيضرب كره مغناطيسيه وزنها تقيل جدا علشان تثبته في الارض. فالرين بيسقط للدور الارضي في المتجر وبيلاقي طفل معاه مسدس لعبه هناك، وبيضحك بقى عليه وبيخليه ان هو ياخد كره منهم ويضربها على الحارس اللي كان جاي يقبض عليه، وطبعا بقى بسبب المجال المغناطيسي الكرات بتروح كلها على الحارس وبيقع على الارض، وده بيتحرر من الوزن الكبير اللي كان عليه، ومن غير ما يقصد بيزعل الطفل اللي كان معاه. على طول الاب بيجي ولكن ده بيهرب وبيفضل بقى يجري
كتير لحد ما يقابل لورالين واللي بتصلح الصندوق بتاعه اخيرا بيرجع من البعد ده، وده قبل ما كلب الحراسه يهجم عليهم من تاني. بس ايجون بقى بيكون قادر ان هو يحدد المكان والبعد اللي هم موجودين فيه بالظبط. بيبعت بقى لهم مخلوق متوحش وحجمه كبير جدا، وفريق جيبسون بقى بيستخدم الحارس اللي عمالين بيتحكموا في جسمه علشان يضربوا نار على المخلوق ده ويعطلوه. وبيوصل بقى الفريق كله للعربيه اللي هيهربوا فيها، بس الوحش بيقدر ان هو يحصلهم وبيركب بقى على ظهر العربيه وبيفتحوا بقى عليه النار. وفالرين بقى بيكلم المساعد الالي عشان يجيب السفينه اللي عنده، وبتوصل بقى اليكس بالسفينه وبينط بقى فالرين ولورن لجواها، بس الوحش بيلحقهم برضه. ولكن قبل بقى ما المساعد الالي يزود سرعه الطياره بيقدروا يتخلصوا من الوحش اخيرا ويهربوا. ودي بقى بتقوم رايحه تحط الكائن ده في كبسول عشان ترتاح، وفالرين بقى بيدي اللؤلؤه لاليكس وبيطلب منها ان هي تفحصها. وبعد ما تفحصها بتقول له ان هي مميزه جدا وكميه الطاقه اللي موجوده فيها كبيره جدا بشكل غريب. بس لما بيدوروا على معلومات عن الكوكب اللي اللؤلؤ ده جاي منه بيطلب المعلومات المشفره. بيرجعوا بعد كده بقى لمحطه الفا، وهناك بقى بيخش يقابلوا الجنرال اوكتو، وده بسبب اهميه الكائن اللي كان موجود معاهم، وكمان بيبلغهم بحاجه هو عاوزهم يحققوا فيها، وهي منطقه موجود فيها اشعاعات راديو غير قانونيه في نص مدينه الفا، وكل ما يبعثوا طيارات للمراقبه للمنطقه دي او الجنود بيتم تدميرهم ومش بيرجعوا من تاني. وده بقى بيطلب منهم ان هم يروحوا هناك وينهوا المشاكل اللي كانت موجوده في المنطقه دي لانها بتكبر باستمرار وبقت بتشكل خطر على المحطه. بيوصل بقى القائد اوران فيلز، وده بقى بيكون موجود مع حراسه الشخصيين واللي بيكون اسمهم كيترونز، وبيقول له ان هو هياخد الاليين دول معاهم كحراس في اجتماع مجلس الدفاع. ولكن وزير الدفاع بيتصل وبيرفض وبيقول له ان هو هياخد لورالن وكمان فالرين. وقبل ما يروح بقى اورن للاجتماع ده بيعدي بقى على السجن وبيطلع هو ورجالته حابسين فضائي من كوكب موب، وبيعذبوا علشان المعلومات. بس الشخص المسؤول عن عمليه التعذيب بيقول له ما ادهمش اي معلومات، بس اورن بقى بيقول له ان هو لو ما اتكلمش في خلال ساعه يخلصوا عليه. وبيبصوا بقى للاليين بتوع اللي كان اسمهم كترونز وبيديهم الاوامر وبيقول لهم ان هم عارفين يعملوا ايه لو الكائن ده ما ادالهمش اي معلومات. والاثنين دول بيوصلوا بقى لغرفه اورن علشان يستعدوا للاجتماع، وبيكون بقى معاهم المحاول، واورن بقى بيكون عاوز ياخده منهم علشان يتباهى بقى بنجاح المهمه في المجلس. ولكن دي بترفض وبتقول له ان هو في امان اكتر معاهم، وبيخش بقى اورن وفالرين للاجتماع، وبتفضل بقى لورن بره تامن المكان. وبيكون بقى جاي عليها تلات كائنات من نوع دوجن دوجز، ودول مشهورين بانهم عارفين اجابات كل الاسئله، فبتسالهم عن كوكب مول، بس بيقولوا لها ان دي معلومات سريه جدا. وبيقولوا بقى ليها ان في حد اسمه الملازم سام مختص بالكوكب ده، وتم اغتياله بسبب المعلومات اللي هو يعرفها من 3 سنين. والغريب اكتر ان هم بيحذروها من عمليه سرقه هتتم من المحاول حتى قبل ما جرس الانذار بيرن. وفعليا جرس الانذار بيشتغل، وبنعرف ان في هجوم على المجلس، وبيحاول بقى الناس اللي في غرفه القياده، بس الباب يفضل مقفول، وبيعرفوا ان ما عادش في اي طاقه في المحطه. ولورالين بقى بتعرف تخش لفارلين واورن، وقبل ما يعرفوا ان هم يهربوا اورن الجدار بقى بينفجر، وبتهجم عليهم مجموعه من المحاربين من كوكب مول، وبيكون بقى معاهم سلاح وبيطلع ماده عامله زي الصمغ وبتمنع حركه اي حد بتصيبه. وفالرين بقى بياخد باله من نوع الاسلحه دي ويحط كبسوله في بقه على طول قبل ما الماده تصيبه. الهجوم بيكون ناجح بالنسبه لمحاربين بول، بيقدروا ان هم ياخدوا جسم القائد اورن معاهم وبيمشوا. وبنعرف ان الكبسوله اللي فالرين حطها في بقه دي هي عنكبوت آل صغير، وبيشتغل العنكبوت ده وبيقدر ان هو يسيح الماده اللي كانت موجوده على فالرين علشان يسترجع وعيه من تاني ويتحرك. وبيروح بقى يحرر زميلته وبيديها بقى سكينه صغيره علشان تحرر بقيه الناس، وهو هيتتبع الفضائيين. ودي بتعمل كده فعليا وبترجع لمركز القياده من تاني، وبتساعد فالرين وان هو يوصل لاورن عن طريق وحده التحكم. وده على طول بقى بيشغل البدله بتاعته وبيقدر ان هو يكسر الجدران ويجري من وسطهم، وبيوصل بقى للفضائيين قبل ما يركبوا سفينتهم. وبينادي بقى فالرين على اليكس وبيطير وراهم وبيطاردهم، وبيكون بقى هينجح ان هو يوقعهم من خلال الاسلحه بتاعته. ولكن السفينه بتاعتهم بتنقسم بقى لاجزاء صغيره بتتفادى الطلق كله، ودي بتدل بقى على السفينه اللي يفترض ان اورن موجود فيها. بس بيوصل بقى لمكان عباره عن حارات صغيره ومش بيقدر ان هو يكمل بسفينته الكبيره، فبيقرر ان هو يطاردهم بسفينه نجاه اصغر بس قيادتها بتكون اصعب، وعمال بيخبط في جدران المدينه لحد ما في النهايه بيفقد السيطره على السفينه، ودي كمان بتفقد الاتصال بيه. ودي بتقرر بقى ان هي تروح تنقذه، ولكن القائد اوكتو بيامر جنوده ان هم يوقفوها عشان المهمه خطيره. وقبل ما يحبسوها بتخليه ان هو يشكك في الحكومه اللي هم شغالين تبعها، ودي بقى بتقول له ان مش طبيعي فضائيين من كوكب متدمر بقاله سنين ان هم يجوا يهاجموهم من غير اي سبب، وكمان مش بيقتلوا اي حد من اللي كان في الاجتماع، هم بس شلوا حركتهم واخدوا اللي هم عايزينه ومشوا. وبعد ما بتمشي مع رجالته عشان بقى يحبسوها بيقرر اوكتو ان هو يبحث عن كوكب مول، ولكن بيكتشف ان المعلومات مشفره، ده حتى شخص بالمكانه بتاعته ما قدرش ان هو يوصل لها. ودي بقى بتمد ايديها للحارسين على اساس ان هم يكلبشوها، بس بتخدعهم وبتقدر بقى ان هي تخلي الاثنين يغمى عليهم بسرعه، وبتروح بقى تقابل مخلوقات الدوجن دوجز وبتجبرهم
بقى ان هم يساعدوها علشان تلاقي فادريل، وبياخدوها بقى لواحد اسمه بوب، ودول بقى بيقولوا لها ان هم هيروحوا يصطادوا نوعيه مميزه من الاناديل، وده بقى هيساعدها تعرف مكان فادريل بالظبط. والنوع ده بقى من الاناديل بيكون على ظهر وحوش عملاقه بتعيش في القاع بتاع المحيط، وبينجحوا فعلا بقى ان هم يشدوا واحد من ظهر المخلوقات دي، بس ده بيشد انتباه ثلاثه من المخلوقات ليهم، ودول بيطردوهم، ولكن بيقدروا ان هم يهربوا بسرعه للسفينه. ودول بقى بيعدوا من فتحه انابيب صغيره، ولكن الوحوش مش بتقدر ان هي تعدي معاهم. بترجع بقى للدوجون دوجز وبيشرحوا ليها انها المفروض تحط الانديل على دماغها وهو هيوريها اللي هي عايزه تشوفه بالظبط، بس بيحذروها انها لو سابتها اكتر من دقيقه على دماغها هيبتدي ان هو يتغذى على ذاكرتها. ولورن بقى بتعمل كده فعليا، وبتقدر بعد دقيقه و10 ثواني بالظبط ان هي تحدد اشاره تدلها على مكان فادرين، والاشاره دي الدوجون دوجنز طبعا بيكونوا عارفين مكانها، ودي بقى بتقوم رايحه عشان تنقذ زميلها. اما بقى الدوجون دوجنز بيروحوا بقى للقائد اوكتو بيعرفوه بقى السر اللي اورين مخبيه، وهو بقى احتجاز لواحد من كوكب مول وبيعذبه. وعلى طول بقى اوكتو بيؤمر باحتجاز كل المشاركين في العمليه دي، وبيروح علشان يساعد الشخص المحتجز، واللي على طول بيبعت رساله باستخدام طاقه جسمه زي ما الاميره عملت قبل كده. وبتوصل بقى لورالين اخيرا لمكان فادرين، وبتقدر بقى ان هي تنقذه بالادويه والاجهزه اللي معاها، والمكان بيبقى مليان فراشات شكلها جميل جدا، وبتقف علشان تلمسها. ولكن اللي ما تعرفوش ان مش كل الفراشات دي حقيقيه، وبيتم اصطيادها فعليا من كائنات بدائيه اسمها بولان، ودول من كوكب جورا. الصياد بياخدها معاه وبيمشي، وعلشان بقى فادرين ينقذها بيلمس الفراشات علشان صياد منهم يصطادوا، بس اول ما بيطلع بيفجر راسه بالمسدس اللي كان موجود معاه، وكمان مركز قياده يو اتش اف بيقدر ان هو يعرف مكان فادرين من تاني لانه رجع في منطقه فيها شبكه. والقائد اوكتو بيبعت بقى جندي عشان يرجعه للمركز من تاني، ولكن ده بيرفض ان هو يرجع معاه، وبيقدر بقى ان هو ياخد منه السلاح بتاعه وبيجمده في المكان. وده بيكمل بقى في طريقه عشان ينقذ زميلته، وبيقابل بقى واحد اسمه جولي، وده بقى بيتاجر في اي كان فضاء، وبيقول له ان هو عاوز يشتري جولومبارد. وده بقى بيقوم ماخده يوريه عرض لواحده من الفصيله، ودي اسمها بابل. ودي اول ما تخلص العرض بيستخدم بقى جهاز كهرباء على جولي عشان يغمى عليه، وبيقول بقى لبابل ان هو عاوز يعمل معاها اتفاق، وهو انها لو ساعدته هيستخدم سلطته علشان يساعدها يجيب ليها اي اقامه قانونيه ويخلصها من الشغل في النادي بتاع جولي. فعليا بتوافق وبتساعده ان هو يهرب من خلال انها بقى بتخبيه في جسمها، وبتتحول بقى لشكل جولي، وبكده محدش هيشك فيهم. ودي هي نفس الخدعه اللي كانوا عمالين بيستخدموها عشان يدخلوا جوه القبيله. وبنروح بقى من تاني لعند لورالين اللي هنسميها لورا يعني. لورا بتحاول تتواصل مع الآل اللي خطفها وتفهمه انها شغاله تبع الحكومه، وهو المفروض بقى يرجعها من تاني، بس هو بقى مش فاهم هي عماله بتقول ايه. وفي الاخر بتنتهي مع فستان ابيض وطاقيه كبيره غريبه، وبتتحط بقى مع صف طويل من الخدم اللي كانوا رايحين يقدموا اكل للامبراطور بتاعهم. بيكونوا قدروا ان هم يتسحبوا للصف ده بفضل قوه بابل، وكل الاطباق بقى مش بتعجب الامبراطور لحد ما بيجي دور لورا، وبيتضح ان هي ذات نفسها الوجبه اللي الامبراطور هياكلها، وبيعصر على دماغها الليمونه على وشك ان هو يكسر جمجمتها. بس فالي بياخد خطوته وبيسحب بقى سكينه من الحارس اللي جنبه، وبيجري بقى على الامبراطور وبيقطع رقبته، وبتسحب بقى لورا سيف الامبراطور، وبمساعده فالي وبابل بيخلصوا بقى على حراس الامبراطور، بس عدتهم بتكون كبيره جدا ومش بيخلصوا. فالي بيكون عنده خطه وبيطلب بقى منهم ان هم يجروا على الحراس، وده بقى على اساس ان هم هيجموا عليهم، بس بيدخلوا بقى في جسم بابل وبيقدروا ان هم يهربوا من حفره في الارض. وبنرجع من تاني بقى لمركز القياده، وهناك بقى اوكتو بيعمل مكالمه مع وزير الدفاع، وبيطلب بقى الاذن بالسماح له ان هو يبص على المعلومات بتاعه كوكب مول اللي في ملفات القائد اورين. وفي الاول الوزير بيتردد، بس في النهايه بيديله الاذن. ولما اوكتو بيوصل لملفات اورين بيلاقي حقيقه تدمير الكوكب مزوره، ده حتى اورين كاتب ان الكوكب معلش سكان، يعني بيكذب. ولما بيحاول بقى يعرف مين اللي مسؤول عن العمليه اللي حصلت دي، بيلاقي ان حتى مع اذن وزير الدفاع بتكون المعلومات سريه ومش عارف ان هو يوصل لها. وبنرجع من تاني بقى عند فالي وكمان لورا، وبنكتشف بقى ان بابل اتصابت في حربهم مع القبيله البدائيه وبتموت، والاثنين بقى بيكملوا طريقهم وبيخشوا المنطقه المحظوره. وبيقول فالي مع انه ان هو مش عارف بقى هو فين بقى له فتره، ولكن حاسس ان روح الاميره اللي بعت له الرساله عماله بتدله على الطريق طول الوقت اللي فات. فالي بقى بيقول ان هو حاسس ان الموضوع بتاع المنطقه المحظوره دي خطير، هي مجرد كذبه، وواضح بقى ان اورويل مشارك فيها. ودول بقى بيوصل لعند جدار من النور في نهايه الطريق، ومره واحده كده بيظهر من وراه شعب كوكب مول، واللي بيقولوا ان هم كانوا متوقعين ان هو جاي. وبيبتدي بقى امبراطور شعبهم يحكي له عن اليوم الفظيع اللي اتدمر فيه الكوكب، وبيقول له انه بعد الانفجار اللي حصل لكوكبهم فضلوا بقى تايهين في الفضاء لسنين طويله، وتعلموا كل حاجه ممكن ان هم يتعلموها عشان يقدروا ان هم يعملوا كوكب جديد ليهم، بس كل اللي كان ناقصهم هو الكائن المحول ولؤلؤ من كوكبهم القديم. وعشان كده بقى هم عينوا ايجون يسرق كائن المحول ليهم من غير ما اريون يحس بيهم، ولكن طبعا بقى بسبب تدخل الاثنين دول خطتهم بتفشل. وبيرجع بقى اورويل لوعيه من تاني، وبيقول بقى للاثنين دول يقبضوا على كل سكان مون اللي موجود
موجودين، وبيقول بقى ان كل اللي قالوه كان كذب، وان لما الكوكب اتدمر كان حادثه في خلال حرب، وان الكوكب ده ما كانش عليه سكان، ولكن كل كلامه كان كذب عشان انت اللي امرت بتدمير الكوكب بارادتك. وده بقى كان عارف ان في شعب كامل بيعيش في الكوكب ده، وعشان بقى يغطي على الكارثه اللي عملها شفر البيانات دي كلها وقتل الملازم سام، وهو الوحيد اللي كان عارف بالحقيقه، بس علشان هما مش مصدقينه فبيعترف باللي هو عمله، وبيقول بقى ان البشر كانوا محتاجين الطاقه دي علشان تستمر بقى محطه الفا. وبيطلب من فالي ان هو يقبض عليهم، بس فالي بيضربه وبيسمعش كلامه وبيرجع اللؤلؤه لشعب مول من تاني، وكمان لورا بترجع المحاول ليهم. وعلى الناحيه التانية من الجدار بتوصل فرقه القائد اوكتو، وبياكدوا بقى ان المنطقه مش خطيره، وبياخدوا بقى امر بتفجير المكان وبيقفلوا ملف المنطقه دي، بس ما بيعرفوش ان فالي ولورا على الناحيه التانية من الجدار. والمحاول بقى بياكل اللؤلؤه الاخيره، وبيكون بقى شعب مول عنده طاقه ان هو يبني كوكب شبه بتاعهم القديم بالظبط. وعلشان مهمه فالي انتهت، الامبراطور بيطلع اخيرا روح بنته من جسمه، وبتوصل بقى ليهم اخبار باللي بيحصل على الناحيه التانية من الجدار. فالامبراطور بيبعت مجموعه علشان تتواصل مع فرقه اوكتو ويوضح لهم ان هم مش عايزين حرب، واوكتو بيقتنع اكتر كمان لما بيسمع تاكيد فالي ولورا، ولكن ده بيطلب ان هو يسمع صوت اروين، وده بيستغل الفرصه وبيدي امر للاليين بتوعه ان هم يعملوا اباده جماعيه وتبدا بقى الحرب. ودول كانوا عمالين بيستهدفوا الكل، البشر بالفضائيين، وتفضل بقى تحاول لورا ان هي تخليه يوقف الحرب، وفالي كمان بيطلع يحارب مع الجنود ضد الاليين دول، ومساعد بقى القائد اوكتو بيقدر ان هو يوقف القنبله قبل ما تنفجر بثواني. واخيرا بيقدر شعب مول ان هو يهرب من محطه الفا، واوكتو بقى بيؤمر بالقبض على اوروين بسبب جرائم الحرب اللي ارتكبها. وبيخلص بقى فيلمنا هنا، وفي الاخر بقى كده ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تجيلكم كل التنبيهات، وبس كده.